تحياتي إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف اليوم. عام دراسي جديد بدأ هذا اليوم بتوجه نحو 1,200,000 طالب إلى مقاعد الدراسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. في حلقة اليوم سنتحدث عن أهم التحديات التي تواجه أسرة التربية والتعليم وأهم الخطط التي وضعتها الوزارة لتطوير التعليم في فلسطين، وكذلك سوف نتطرق لإضراب المعلمين في مدارس وكالة الغوث في تحديدا في قطاع غزة والأزمة المالية التي تواجه الجامعات الفلسطينية. حول كل هذه المواضيع يسعدنا أن نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي. مرحبا بك دكتور، مساء الخير. أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور. افتتحتم اليوم العام الدراسي الجديد، في البداية مبروك لكم ومبروك لفلسطين ولطالبتنا الأعزاء. هذا الافتتاح تم اليوم من بلدة دوما بمحافظة نابلس. نريد أن نتحدث عن رمزية هذا الافتتاح من تلك البلدة وتسمية مدرسة دوما الأساسية المختلطة باسم الشهيد رحمه الله الطفل علي دوابشي. تحية لك أخي عايد، ومبروك بالفعل لفلسطين اليوم الدراسي الأول، سيما وأنه عصفت فينا الكثير من المحن خلال الأسابيع الماضية، تحديدا فيما يتعلق بموعد بدء العام الدراسي، والحمد لله بأنه أصرت وزارة التربية والتعليم على البدء في موعده. واليوم كما رأيتم العجلة دارت وفلسطين انتعشت وابتهجت اليوم برؤية أطفالنا يذهبون إلى المدارس. حقيقة انطلقنا من طول كرم في البداية، مدرسة الشهيد محمود الهمشري، من ثم إلى دوما، ودوما لها خصوصية اليوم في قلب كل فلسطيني لأنها تجسد معاناة الأسرة الفلسطينية الأكبر. وإن كان المصاب قد ألم بعائلة صغيرة، حرق ابنها الرضيع بهذه الصورة، واستشهد الوالد بعد الرضيع، والأم هي زميلتنا في وزارة التربية والتعليم المعلمة ريهام دوابشي. لذلك مع كل هذه المكونات لم أرى كوزير تربية وتعليم إلا إنفاذ صلاحياتي بتغيير اسم المدرسة التي حملت اسم مدرسة دوما المختلطة الأساسية لمدرسة الشهيد علي سعد دوابشي، حتى تخلد الاسمين وحتى تكرم هذه العائلة وتكرم فلسطين، وحتى نقول بأننا أوفياء للعهد وعلى المسيرة لمن دفعوا دماءهم ثمنا لحرية الشعب طبعا الفلسطيني. ولتبقى الشاهد الشهيد على كل هذه الممارسات الوحشية الإسرائيلية، وحتى يذكر كل أبنائنا صبيحة كل يوم بأنه عليهم أن يقاوموا هذا الاحتلال، عليهم أن يصمدوا، وعليهم أن يقارعوا هذا الاحتلال بعلمهم ومعرفتهم. قلت أنه احنا لم نذهب لدوما من أجل النحيب، ذهبنا من أجل الترحيب بالعام الجديد، وقلنا بأنه الحياة يجب أن تدور وأن إسرائيل تزرع الموت ونحن نزرع الحياة. من ثم توجهنا كما تعرف إلى أبو نوار، التجمع البدوي في بادية القدس الذي يعاني الأمرين، وافتتحنا مدرسة أبو نوار في كرفانات. وأنا أدعو كل المشاهدين الأكارم يا حبذا لو يزوروا هذه المنطقة حتى يروا كيف يقف تجمع بدوي فاصل ما بين مستوطنتين تحاول أن تقتل العيزرية وأبو ديس والقدس وخلافه. وافتتاح المدرسة والله كان يعني مدعاة للسرور. انت تخيل مع كل مدرسة تفتتحها في فلسطين انت تحيي أمة بهذا النفس. أكيد. من ثم توجهنا الى سوسيا المحاصرة، وطبعا سوسيا قصة كبيرة يعني، وابتهجنا بكم البشر الذي حضر هذا الافتتاح، ووجود حشد من الدبلوماسيين الاجانب وايضا ممثلي المؤسسات وكل اخواننا امناء سر الاقاليم والفعاليات الشعبية والوطنية، وبعدها إلى البلدة القديمة بالخليل. حقيقة هناك الجرح النازف، وقلت أنه ذهبنا في كل هذه الرحلة وجئنا إلى بيت النار في قلب مدينة الخليل وهذا الوضع المأساوي. اليوم حقيقة يوم فلسطيني بامتياز وعيد بامتياز. وتحدثت أنكم افتتحتم مدرسة في مناطق البدوية في القدس المحتلة، سنتحدث بعد قليل عن أهمية يعني التعليم في تلك المناطق المهمشة وإمكانية أن تساهم الحكومة في نقل الطلاب إلى المدارس في تلك المناطق التي لا يوجد فيها مدارس. ولكن دكتور دعني أن أبقى في مجال افتتاح الفصل الدراسي الجديد. تسلمتم أنتم قبل فترة وجيزة مهام وزير التربية والتعليم العالي، وأعانكم الله على هذه المسؤولية الكبيرة. السؤال المطروح دكتور، ما هي أهم التحديات التي تواجه الأسرة أسرة التربية والتعليم على صعيد تطوير التعليم في فلسطين، وأنا أتحدث عن التعليم الأساسي وأيضا التعليم العالي؟
طبعا المهمة كبيرة، وأنت قلت يعني أعانك الله على هذه أكيد المهمة. وأنا قلت في سوسيا أنه وزير التربية والتعليم من كثرة ما يقول له الناس هنيئا بالمنصب وأعانك الله يستحق أن يوصف بوزير الشفقة، وقلت ولكن أنه الناس الكثير من الشعب الفلسطيني يطلقون على وزير التربية والتعليم وزير الدفاع دكتور. أنا حياك ما الله بمتلك لا حياك الله. وقلت اليوم في بارجات سوسيا ولا نووي طبعا، ولكن نمتلك التعليم. قلت في سوسيا شكرا للناس اللي بدأوا بالقول مبروك ولكن أعانك الله، فقلت أنه ربما الوزير يستحق لقب وزير الشفقة، من ثم قالوا أنت وزير الدفاع وأن وزارة التربية والتعليم هي وزارة الدفاع. وقلت سبحان الله، أي وزير دفاع في أي دولة يذهب لإطلاق منظومة صواريخ جديدة، أو كما يجري عند الاحتلال الإسرائيلي قبب للصواريخ وخلافه، ووزير الدفاع الفلسطيني يذهب ليفتتح مدارس. وأنا قلت هذه المدارس المبنية من الخشب ومبنية من الصفيح، هذه المدارس التي ستنتصر على المحتل، وبالتالي سنرى الفارق ما بين وزراء الدفاع في منظومتين مختلفتين. على العموم طبعا الحمل كبير، التحديات كبيرة، المسؤولية كبيرة بصورة يعني تدعو في بعض الأحيان للسؤال إلى أين مآل الأمور. هناك اتجاهين، الاتجاه الأول هو التحديات اللي سنطرح جزء منها، وضع الجامعات، وضع المدارس، حتى حاجتنا في المدارس لتعزيزها بالمزيد من المعلمين والإمكانيات. والتوجه الثاني هو توجه التطوير اللي حكينا عنه كثير وسبق وأن تحدثت عنه، حتى قبل أن أكون في موقع الوزير تحدثت عنه بصورة كثير كبيرة. فأمامنا خيارين وتحدي كبير في وزارة التربية والتعليم، وهذا هو التحدي. إما أن نذهب باتجاه حلحلة المشاكل وهذا واجبنا، وإما أن نذهب باتجاه التطوير. الجواب الأسهل هو أن تزرع في الناس ثقة بأن المؤسسة التعليمية يجب أن تطور، وفي زملائك الرغبة أكثر فأكثر في العمل. وبالتالي الوزارة إن شاء الله خلال الفترة الماضية ويعني خلال الأسابيع الماضية وخلال الفترة القادمة ستشهد الكثير من الانتعاش استوقفتني باتجاهات كلمة مختلفة. رئيس الوزراء، عذرا على المقاطعة دكتور، استوقفتني كلمة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله في مدرسة دوما عندما قال إنه سوف ينتهي عصر التلقين. يعني ماذا يقصد رئيس الوزراء بالتلقين؟ وهل فعلا ما كان في المراحل السابقة هو في مدارسنا هو تلقين حقيقي؟ أنا لا أريد أن أحكم على ما كان في السابق بالإعدام، لأنه حرام، لا يعقل أن يأتي تأكيد وزير طبعا ويقول بأن الوزراء نعم نعم السابقين لا صحيح يستحقوا التقدير، هذا ظلم. ولكن تعرف هذه المؤسسة هي التي حمت الهوية الفلسطينية، لكن التكنولوجيا تطورت، العالم تغير، الأحداث التاريخية تغيرت، كل مناحي الحياة ومنظومة التفكير تغيرت. وبالتالي أنت المنهاج الذي تحفظ فيما تحفظ وتذهب لامتحان تحريري لا يفحص الكفايات العلمية بالصورة المطلوبة، يعني ليست هي الأدوات التي تسمى بأدوات القياس المنطقية، لأنه هو يفحص هذه المعلومات تحت أثر الضغط والوقع المؤثر، خاصة ويبلغ ذروته خاصة في امتحان التوجيهي. أنت تريد أن تقيم كفايات الطالب العلمية، سواء قدرة تفاعله مع الفريق، التزامه بالوقت، التزامه بروح المبادرة، الدافعية والإبداع، القدرة على أن يكون خلاق، وأيضا المشاركة والتأمل. كل هذا لا تستطيع بنظام حالي أن تفحص كل هذه الكفاءة وأن تنمي البعد القيادي وانتماء المواطن والإحساس بالمسؤولية لدى الطالب. لذلك هذا هو العهد الذي يجب أن ينتهي. فش حفظ وتذهب إلى امتحان، في تفاعل في الصف، في مشاريع مشتركة مع الطلاب، في مشاريع تحريرية أخرى، في استخدام أكبر للتكنولوجيا. هذا العملية هذه تسمى التعليم التفاعلي، وهذا التعليم التفاعلي هو المفهوم اليوم الذي بدأ يسود المجتمعات المتطورة. وإحنا بتعرف فلسطين من حقنا أن نكون أنانيين في التعليم. أنا قلت لك تحت الهواء، نعم فيش اثنين في أسرة فلسطينية أب بختلف وأم يناقشوا إذا بدهم يبعثوا أولادهم على المدرسة والجامعة ولا ما يبعثوهم، هذا الموضوع مفروغ منه. نعم إذا القرار في فلسطين باتجاه التعليم أخذ، الأهم الآن كيف تقولب هذه العملية بصورة تكون منطقية وتكون فيها الخدمات متاحة للجميع. طب دكتور لو ركزنا على موضوع التوجيه، قبل تسلمك مهام وزير التربية والتعليم كتبتم على صفحتكم الشخصية الفيسبوك الشعب يريد إسقاط نظام التوجيه، هل أعددتم أو أنتم بصدد إعداد خطة لإسقاط نظام التوجيه، وكيف سيكون شكل النظام المقترح أو النظام الجديد؟ تعرف مجلس الوزراء اتخذ قرار مشكورا الآن بتشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم. نحن اجتمعنا بصورة أولية على أمل اللقاء الآن مع دولة رئيس الوزراء الذي يقود هذه اللجنة، ولكن هؤلاء الزملاء وضعنا النقاط على الحروف، أي بالأحرى اتفقنا على آليات متابعة 7 يعني توجهات في مجالات مختلفة،
ومنها موضوع التوجيه، كيف ومتى وأين وما هي الطريقة المثلى؟ هذا سؤال برسم الإجابة. من لا يوجد الصعب مقترحات الاجتهاد، دكتور؟ في اقتراحات كثيرة حقيقة، أبرزها. كثير من الاقتراحات، صعب الآن نحسم حسنا. هذا يعني صعب بالفعل أن نأخذ قرار هيك عشوائي. هذا الموضوع تعرف لا يحتمل الخطأ، نسبة الخطأ فيه يجب أن تكون 0%، وبالتالي سيعلن عن هذا النظام الجديد عندما ينضج، وآمل أن لا نتأخر كثيرا. تعرف أنا هذا العام يعني جئت إلى وزارة التربية والتعليم تقريبا مع بدء العام الدراسي، صحيح. وها نحن نتوج اليوم، فأقول أن الوزارة ورثت النظام القديم، الآن يجب أن نطور بالسرعة القصوى النظام الجديد، ولكن نحن لا نستطيع أن نقدم لا على خطوات انتحارية ولا خطوات ارتجالية. في عزيمتنا وإرادتنا مكون رئيسي اسمه التطوير، وأعلننا اليوم عن عام التطوير، عام الدراسي أسميناه بعام التطوير. هذا التطوير يجب أن يكون ممنهج أخي عايد. التعليم في فلسطين لا يحتمل الخطوات الارتجالية، يجب أن يكون ممنهج، فبالتالي ربط التوجيه مع مكونات أخرى مهم، والإقدام على عملية ترضي الكل يجب أن تكون يعني في مبتغانا طيب جميعا. دكتور، كلفتم بمتابعة موضوع المناهج الفلسطينية ومراجعة هذه المناهج وإجراء التعديلات اللازمة، هل المناهج بحاجة لتعديل أم لتغيير وتبديل دكتور؟ طبعا لا يوجد مناهج في أي مكان في العالم تصمد أكثر من 5 أو 6 سنوات اليوم، وهناك ما يسمى في مصطلح التعليم، مصطلح هناك ما يسمى بالتعشيب، وهي عملية تطوير بعض المفاهيم في الكتب القائمة، لكن حقيقة نحن نخرج من التعشيب إلى التطوير الكامل، نعم. لأنه تغيرت مفاهيم مثلا التكنولوجيا، مادة التكنولوجيا يجب أن تتغير المفاهيم فيها، نمط تدريس المنهاج يجب أن يتغير، إذا بنحكي عن تكنولوجيا، عن عملية تفاعلية، عن تشاركية في نعم. الصف، النمط تتغير معه الأدوات أيضا المكملة للتعليم، وبالتالي كل المنهج آلية التعامل معه مهم. أيضا تعرف موضوع الدين يشغل الجميع هذه الأيام، كيف توصل الدين الذي يضمن التعددية والرسالة التنويرية والفكر الحر واحترام الآخر، مهم جدا في ظل حالة العصف الغير حقيقة متوازن، وأقول أنه المجنون الذي يعصف والبعيد في عن الدين المنطقة الإسلامي الحنيف بعيد، حقيقة. يعني مصادرة حريات الناس على أرضية اختزال القرار ببعض الموتورين، هذه قضية حساسة في موضوع المنهاج نأخذها بعين الاعتبار. أيضا دخول التكنولوجيا على المنهاج موضوع مهم، وبالتالي هي يعني عبارة عن ورشة عمل كبيرة فلسطينية ويجب أن نهتم فيها أكثر فأكثر. طب دكتور، لو تحدثنا عن أو انتقلنا بالحديث لأزمة الجامعات الفلسطينية، الأزمة المالية التي تعصف بالجامعات الفلسطينية، مجلس الوزراء كان قد أوصى وزارة المالية بالاهتمام بدفع المستحقات المالية للجامعات المتراكمة، هل تم ذلك أم لم يتم حتى هذه اللحظة؟ بصراحة وبالمختصر نحن على الطريق، ولهذا السبب أخذت هذا الموضوع لمجلس الوزراء، والآن نحن بصدد يعني تنفيذ هذا الموضوع إن شاء الله. لن أعلن عن أي شيء إلى حين ما ينضج، لكن بتعرف جامعاتنا واجب علينا أن نقدم مساهمتنا، بالمناسبة للجامعات العامة مساهمة من الحكومة، الجامعات الحكومية هناك استحقاقات ولكن واضح لصالحها. دكتور أن هناك تأثير كبير لعدم دفع يعني الحكومة لمساهماتها على الجامعات الفلسطينية. لمعرفة هذا التأثير معي عبر الهاتف الأستاذ أمجد برهم، رئيس مجلس نقابات العاملين في الجامعات. مساء الخير أستاذ أمجد. مساء الخير إليكم، مساء الخير لمعالي الوزير ولكل الأخوة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك سيد أمجد، نريد معرفة تفاصيل الأزمة المالية التي تعصف بالجامعات الفلسطينية سيد أمجد. في البداية احنا متأملين خير بمعالي الوزير، وبنعمل انه يعني هو ياخذ بايدنا كلياتنا داخل الجامعات الفلسطينية ونتجاوز هاي الأزمة اللي احنا بنمر فيها. الأزمة المالية هي أزمة مالية تراكمية، ميزانية الجامعات كانت 40 مليون دولار في الحكومات السابقة، تم تقليص هذه الميزانية لتقريبا بحدود يعني أقل من 20 مليون دولار، ولم يتم دفع إلا القليل من هذه الميزانيات. أعلى شيء تم دفع خلال ال3 سنوات الماضية لا يتجاوز اللي هو ال10 ملايين دولار، أقل من 10 ملايين دولار توزع سنويا على 14 جامعة فلسطينية. في العام الحالي لم يتم توزيع يعني أكثر من مليون دولار. يعني سابقا وزعت سيد أمجد حتى نفهم بشكل أكثر وبشكل توضيحي، سابقا كانت الحكومة توزع 40 مليون دولار على كافة الجامعات، اليوم نعم توزع 10 ملايين وحتى هذه اللحظة لم تصل. حتى هذه اللحظة وزع مليون دولار خلال العام الحالي. نعم.
على 14 جامعة فلسطينية. طب سيد أمجد، مدى تأثير هذه الأزمة المالية على استمرارية يعني وتطوير التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية؟ يعني أنا بعطي مثال بسيط وواقع جدا على الجامعة اللي أنا بعمل فيها، جامعة بوليتكنيك فلسطين. هذه الجامعة عدد الطلاب اللي فيها بحدود 6000 طالب، عدد الموظفين اللي فيها حوالي 400 موظف. احنا ان ديون على إدارة الجامعة زادت عن 1,800,000 دينار أردني، يعني ونحن نتحدث عن جامعة واحدة فقط. نعم، عن جامعة واحدة. وأنت خذ بالجامعات، من جامعة النجاح إلى جامعة الأزهر في غزة والإسلامية، جامعة بيت لحم، جامعة القدس اللي من 7 سنوات الموظفين بتقاضوا 80% من رواتبهم. اللي بأكده كمان إنه صناديق اللي هي توفير الخاصة بالموظفين هي عبارة عن حبر على ورق. لذلك هناك بعض الجامعات الفلسطينية لم تستطيع التحاق برقم التقاعد الفلسطيني لأنه مش قادر تدفع المستحقات المستحقة لصندوق التقاعد الفلسطيني. شكرا جزيلا، عذرا على المقاطعة، سيد أمجد برهم، الأستاذ أمجد برهم رئيس مجلس نقابات العاملين في الجامعات، شكرا على هذه المداخلة. أعود وأنتقل إلى الدكتور صبري سيدم. يعني تحدث الأستاذ أمجد برهم أنهم يعني متفائلون بوجودكم دكتور صبري سيدم، هل تستطيع القول أن هذه الأزمة بطريقها للحل؟ يعني أزمة كما تحدث تعصف وتهدد التعليم العالي في كافة الجامعات الفلسطينية. يعني طبعا نحن لن نستطيع أن ندير ظهرنا لحاجة الجامعات، ولهذا أخذ القرار في الحكومة الاهتمام بموضوع دفع المساهمات، ولكن يجب أن نضع الأمور في نصابها صراحة. هذه الجامعات، الجامعات العامة، الحكومة ما تقدمه هو مساهمات، وليس لزاما على الحكومة أن توفر هذه المبالغ للجامعات، وبالتالي 20, 40, 60, 200 مليون مساهمات وليست مستحقات. لا لا، مساهمات إلا إذا كان هناك ديون مترتبة على الجامعات لصالح هذه الجامعات مقابل الحكومة، يجب أن تدفع هذه الديون، هذا بخلاف المساهمات. موضوع المساهمات هو يعني ليست فرض عين على الإطلاق، وإنما هي مستحقات، تقول الجامعات بأنها مستحقات ونقول في الحكومة أنها مساهمات. على العموم مساهمات أو مستحقات، الحكومة تقول بأنها ستعجل في صرف المبالغ التدعيمية للجامعات، لكن الجامعات الحكومية لديها على السلطة مستحقات. نعم، وهذا الموضوع هناك ترتيب معين وصلت إليه جامعات الحكومة مع وزارة المالية، وقلنا حتى لوزير المالية دعنا أيضا ننفذ موضوع المستحقات والإقرار الذي تم أو الاتفاق الذي تم، وبالتالي نحن مهتمون ولن ندير ظهرنا للجامعات الفلسطينية. ولكن تعرف القرار الأول للحكومة منذ أن التحقت فيها كان التقشف، وبالتالي أنت تريد أن تتقشف أول قرار مع دخولك الحكومة التقشف وبنفس الوقت التطوير. ولكن أنا لست يائسا على الإطلاق، يعني حتى اليوم المعلمين اللي قابلتهم في سوسيا وفي أبو نوار بارك الله في الجميع، ولكن حجم الطلبات تعدى الحوالي 60 أو 70 طلب استلمتهم باليد اليوم لقضايا مختلفة. طب تشكلون لجان لمتابعة هذه الطلبات دكتور؟ هناك لجان الحمد لله، وانت متابع على الفيسبوك ورأيت انه تم تشكيل بريد موحد لاستلام الشكاوي، يجري التعامل معها حتى الآن بطريقة آلية، وإحنا وضعنا خطة بحيث عندما يرسل عايد عويمر طلبا يعني يأخذ 3 أيام حتى يصل إلى جهة الاختصاص وتحديد آلية معالجته والاتفاق على آلية المعالجة، من ثم تبدأ الإجراءات الداخلية. ووعدنا الجميع أنه خلال 2 أسبوع أن يصل الرد النهائي الشافي الكافي فيما يتعلق بموضوع الناس. ولكن صراحة يعني أعطيك على سبيل المثال المشكلة المستفحلة التي يأتيني فيها تقريبا معظم المناشدات والتظلمات هي في موضوع التوظيف. تعينت يعني يتقدم للامتحان عدد هائل، يعني السنة الماضية 48,000 واحد تقدموا الأحرى هذه السنة للامتحان، اخترنا منهم 2,200، إذن تقريبا 46,000 لم يحصلوا على وظيفة. 46,000 هذولا ألتقي فيهم تقريبا على الطريق من خلال اللقاءات العامة، والكل يشتكي من نفس المشكلة. إذن الحل لن يكون، لأنه والبعض يشكي أن هناك عدم نزاهة وعدم شفافية في على العموم. أنا بوجودي بطمنك لن يكون هذا الحال، يعني القفز على الحواجز والمحاباة والواسطة لن تكون في وزارة التربية والتعليم، ولكن أين هذا وعد من وزارة وزير التربية والتعليم؟ أنا أعتقد أنه كثير من زملائي ولا أريد أن أقلل من أهميتهم مارسوا هذه النزاهة في التعامل. صحيح، بس لكن دكتور لكن نسمع شكاوي كثيرة من المواطنين تجاه هذا الموضوع. نعم، تحديدا وموضوع الدور، إنه واحد بيكون دوره أول السنة الجاي بيجي له دوره 15. لا طبعا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا ما له علاقة بالنزاهة، السبب أنه هناك خريجين يخرجوا من الجامعات فعندك تدفق بالاتجاه المعاكس ينافسه، وفي لما يجي لحظة التوظيف يتم يعني أخذ من هم لا هو ما يتم حتى أشرح الآلية بالضبط.
في كل عام يتقدم هو بالامتحان فتجده يتراجع في الترتيب، والسبب بأنه هناك خريجين جدد حجم معلوماته يعني لا ترتقي للمستوى الذي يضعه في المرتبة الأولى، ولكن إشكاليات أخرى في بعض الأحيان ينقصنا مراكز مالية، لا نستطيع أن نعين معلمين، فيكون الإعلان عن 5 مراكز فجأة لا نحظى بتمويل سوى 3 مراكز، فيتم عملية نقل وإعادة توزيع المعلمين، فيشعر الإنسان بأنه ضاعت فرصته بالحصول على عمل. دكتور، على العموم إحنا سنحل هذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة بإنقاذ شريحة كبيرة من هؤلاء. ونحن الدكتور بالتأكيد سوف نفرد مساحة واسعة في تلفزيون فلسطين لمتابعة موضوع التعليم في فلسطين وتطوير التعليم في حلقات وفي نشراتنا الإخبارية وبرامجنا أيضا. ولكن دكتور يعني يدركنا الوقت، ولكن في نقطتين مهمات جدا يعني بدي جواب منك. موضوع تعليق المعلمين في مدارس وكالة الغوث في عملهم في غزة احتجاجا على زيادة عدد الطلاب، وموضوع الإجازة بدون راتب الذي تم الحديث عنه مؤخرا. باختصار دكتور شو رأيكم على هذا الموضوع؟ موضوع الوكالة تعرف الأزمة اللي مررنا فيها، وانتهت هذه الأزمة على الأقل من خلال إدارة الوكالة تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن الزملاء المعلمين في الوكالة بيقولوا أنه المفوض العام لديه صلاحيات بإنهاء العقود الثابتة والعقود المؤقتة، مما أثر على عدد كبير من المعلمين حوالي 1500 معلم، وانعكس هذا على توزيع الطلاب، وبالتالي صار في إدخام بالشعب من 35 38 إلى 50، وبالتالي زاد الضغط على المعلمين دون أن يكون هناك لا تعويض لـ 1500، لا إعادة إلى العمل، ولا تغطية لحجم الضغط الذي يعيشه المعلم، مما أفضى إلى وبكل أسف تعطيل العام الدراسي اليوم في قطاع غزة. فيما يتعلق بالإجازات يعني لم أفهم النقطة تماما. الإجازات موضوع أنه الوكالة الغوث سوف تجبر المعلمين أو الموظفين على أخذ إجازات، هذا هو الموضوع اللي تطرقت له، وهو صلاحية يقول المفوض العام أنه حصل عليها من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. على العموم أنا بقول للعاملين هناك قانون فلسطيني اسمه قانون العمل، وأي مؤسسة دولية تعمل في فلسطين يجب أن تنفذ قانون العمل، وبالتالي القضية تسند إلى قانون العمل. وأنا قلت للعاملين إنه هذا الموضوع ربما يبدو في الإطار العام إنه لا نستطيع أن نتدخل فيه، ولكن الوكالة موقفها سياسي، أنا متأكد الإخوان في المستوى السياسي لن يتركوا هذا الأمر. بالتأكيد. طيب دكتور باختصار شديد موضوع المعلمين المفصولين، وعدتم بحل جذري لهذا الموضوع باختصار لو سمحت. المعلمين المفصولين عادوا إلى عملهم، هم يطالبوا مش الآن كلهم يعني. لا عادوا إلى عملهم بقرار من المحكمة العدل العليا، هم يطالبوا باحتساب السنوات التي بأثر. فقدت خلال فترة المحكمة، وأيضا يريد تعويض عن الفترة الزمنية يعني الرواتب التي ضاعت عليهم خلال هذه الفترة. الموضوع قيد الدراسة، وإن شاء الله غدا سأحاول في مجلس الوزراء أن أطرح هذا الموضوع للنقاش، وآمل أن يكون هناك قرار لصالح المعلمين. إحنا مؤسسة نحترم أنفسنا، نعم إمكانياتنا شحيحة، ولكن التعليم في فلسطين تعرف هو منارة الجميع، وإحنا مجتمع يعتز بالمعرفة، وبالتالي لن تكون وزارة التربية والتعليم إلا رافد لهذه الإرادة الوطنية الفلسطينية. مرة أخرى أعانكم الله على هذه المسؤولية الكبيرة. دكتور صبر سيدم وزير التربية والتعليم العالي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في برنامج ملف اليوم. أهلا وسهلا. شكرا موصول إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام، هذه تحية طاقم العمل وزميلي المخرج صهيب فؤاد، وكان معي في المتابعة والتنسيق الزميل هيثم عقل. دائما تحياتي لكم، دوما أنا عايد عويمر، دمتم بخير، إلى اللقاء.